ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لفيديو مثير يظهر عاصفة رملية هوجاء قيل إنها ضربت منطقة إيمينتانوت، نفى مصدر مطلع لماروك أخبار يومية ما تم تداوله كاشفا أن المدينة لم تعرف أي زوبعة رملية بهذا الخصوص. وأكد مصدر ماروك أخبار يومية أن الفيديو المتداول لا يمت بصلة لمدينة إيمينتانوت، وذلك لعدة اعتبارات: كون البنايات التي تظهر في الفيديو بيضاء اللون والمنطقة معروفة بمنازل حمراء، زيادة على أن اللهجة التي تتكلم بها النساء اللواتي يتحدثن في الفيديو بطريقة مخالفة تماما للهجة المحلية والتي هي التشلحيت. وأضاف المصدر ذاته أن الفيديو قديم ومفبرك، أقدم مجموعة من شبان المنطقة على إعادة نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الفزع والبلبلة بالمنطقة، مستنكرا مثل هذه الأفعال الصبيانية التي يجب القطع معها والضرب بيد من حديد على كل من يروج لها للإساءة للمنطقة. ونبه مصدر ماروك أخبار يومية عموم المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من مثل هذه الفيديوهات وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار والتحري فيما ينشر بالفيسبوك. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.